والله انا بدي ما مش عارف، قالوا لي على جيست عملتها خايبه، ما رقصتش بها كيكه كما هولوها حنا باعل، معناتها حطوها غطاوها وهي جيست نورمال، غلطوا بها الشارع الرياضي، معناتها عيب السي اللي صار وشارع الرياضي بتعطيني حقي وكا. فماش حاجه كبيره، ما عنديش صوره واضحه، غطاوها كنت نهدي في اللي ورايا، معناتها بحي ورايا فماش برشا جمهور، معناتها انا على البنك مركز بونتو الثاني، درت جماعة على فما كي يقتلوا كان مازال طرح وكا هذيك هي، ومن بعد ورا لقطة في حنا بعض مغطينها وعاملين منها حكاية، معناتها لواش مغطينها هي فيهاش حتى حكاية، عملوا بها برشا حكايات، وأنا أخلاقي ما تسمحليش باش نعمل فازة كي جمهور الترجي اللي فيها عائلتي تحب الاسبيرونس، حومتي نسكن في المرسى، معناتها تونس المرسى، معناتها ماهيش بعيدة على بعضها، معناتها كان هما راهو حاجة غالطة نقول لهم راهي غالطة الحكاية، وكان معناتها نطلب منكم معناتها سامحوني كان ريتو منها حاجة خايبة، وهي راي حاجة نورمال ما فهمين منها حتى مشكلة. أورانج